الواضح من في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الموضوع التنفس، الحصة: ما مصادر الأغذية التي أتناولها؟ الصفحة 15. أن الحصة: ما مصادر الأغذية التي أتناولها؟ D'où proviennent les aliments que je mange? D'où proviennent les aliments que je mange? Ma masadir al-aghdiya lati atanawaluha. L'hadaf ta'lumi uhaddidu masadir taghdiyati. L'hadaf huwa nuhaddid ghanhaddu masadir taghdiya. Je précise les origines de mon alimentation. Antalek. Ulahidu ba'dal aghdiya lati atanawaluha خلال وجباتي الغذائية. لاحظ الصورة أن هنا الطفل يتناول وجبة غذائية. هذه الوجبة مكونة من أغذية متنوعة. إذن ما هي مصادرها؟ مصادر هذه الأغذية. أتساءل كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها؟ إذن كيف أعرف وكيف أميز بين الأغذية التي أتناولها؟ أفترض إذن تصنيفها وفق معايير: نباتي، حيواني، معدني، محلي، مالح، حلو. إذن نصنف هذه الأغذية حسب معايير معينة، مثلا معايير إما نباتية، واش هي مصدر نباتي أو مصدر حيواني أو معدني إلى غير ذلك. إذن أختبر أبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصادر الأغذية التي أتناولها. عندي هذه هي مجموعة الوثائق، هذه الصور. أصنف بعض الأغذية التي أتناولها حسب مصدرها. إذن هذه الأغذية عندنا في الصور نصنفها حسب مصادرها. خبز، هل هو غذاء نباتي أو معدني أو حيواني؟ إذن هو نباتي، نباتي، أكتب نباتي. حليب، حليب مصدر حيواني، أكتب حليب. سكر، سكر مصدر نباتي، أكتب سكر. الماء، الماء مصدر معدني، أكتب معدني. ماء. بيض، بيض حيواني، إذن أكتبه في هذه الخانة. بطاطس، بطاطس مصدر نباتي، أكتب في هذه الخانة. ملح، هذا مصدر معدني، إذن ملح الطعام. وأخيرا لحم، لحم هو مصدر حيواني، أكتب لحم. إذن أستخلص أو الخلاصة: أملأ الفراغات بما يناسب: معدني، حيواني، نباتي. الأغذية التي أتناولها متنوعة، يمكن تصنيفها إلى أغذية من مصدر كالخضار والفواكه والحبوب، هل هي من مصدر نباتي أو حيواني أو معدني؟ مصدر نباتي، أكتب مصدر نباتي. أغذية من مصدر
كاللحوم والحليب، هذه من مصدر حيواني. أغذية من مصدر كالماء وملح الطعام، هذه معدني. إذا أعيد، أغذية من مصدر نباتي كالخضر والفواكه والحبوب، أغذية من مصدر حيواني كاللحوم والحليب والبيض، أغذية من مصدر معدني كالماء وملح الطعام. أغني معجمي مصدر نباتي، معنى أون فرونسي أوريجين فيجيتال، مصدر حيواني أوريجين أنيمال، مصدر معدني أوريجين مينيرال. وأخيرا أستثمر، جيكري l'origine de chacun de ces aliments. إذا الأوريجين هو المصدر، أكتب المصدر، مصدر لكل طعام. l'aliment son origine، إذا الطعام مصدره. l'aliment son origine، sardine، هذه مصدر حيواني، origine animal، j'écris animal. carotte هو خيزو، إذن جزر مصدر نباتي origine végétal. ياورت أو الياغور مصدر حيواني، animal. ريز والروز، الروز هذا مصدر نباتي، هي اوريجين فيجيتال. بوم تفاح، مصدر نباتي فيجيتال. إذن هكذا نأتي إلى نهاية الصفحة 15، وشكرا، ولا تنسوا الدعم إلى القناة. وشكرا.